أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال لصحيفة الجارديان ومقال عن المعايير المزدوجة في تصوير الفلسطينيين والإسرائيليين والظلام الأخلاقي الغربي. قال البروفيسور مصطفى بيومي أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية بروكلين في سيتي يونيفرسيتي بنيويورك، قال في مقال له بصحيفة الجارديان إن المعايير المزدوجة فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين تتركنا في ظلام أخلاقي. وأكد أنه في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس جو بايدن وفلوديمير زيلينسكي الحرب التي يقولان إنها غير مبررة، فإن السكان العزل هم الذين يدفعون ثمن التضليل. نتابع. يمكن للواحد أن يرى معظم هذه الأفعال استفزازات بدون أن يدعم أفعال عنف إجرامية ضد المدنيين، لكن لو كنت تتابع الأخبار الأمريكية فإنه من المحتمل أنك ستفترض أن الفلسطينيين هم الذين يتحركون وإسرائيل هي من ترد عليهم، وربما افترضت أن الفلسطينيين هم الذين يستعمرون إسرائيل وليس غير ذلك، وربما اعتقدت أن إسرائيل التي تسيطر على 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة وتحرمهم من حقوقهم للتصويت في الانتخابات هي دولة ديمقراطية. ولفت إلى النفاق المزعج في حرب أوكرانيا وقال إن الكثيرين حول العالم يدعمون مقاومة أوكرانيا للاحتلال الأجنبي وعليهم عمل هذا، ولكنهم يحرمون الفلسطينيين وبسرور من حق مقاومة الاحتلال، بل ويجردونهم من كل الوسائل السلمية للمقاومة مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي يتم شيطنتها بل وتجريمها. نشر موقع موندويس الأمريكي تقريراً تحدث فيه عن كيفية تشويه وسائل الإعلام الأمريكية للأخبار الواردة عن فلسطين وتأثير ذلك على فهم الجمهور للأحداث في المنطقة. وقال الموقع في تقريره إن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسة تستخدم كلمة رهائن لوصف الإسرائيليين الذين أسرهم مقاتلو حماس، وأوضح أنه أولاً بعض الأسرى الإسرائيليين هم في الواقع جنود وينبغي أن يطلق عليهم في هذه الحالة أسرى حرب، خاصة أن بنيامين نتنياهو أعلن بالفعل الحرب على غزة. هذا الصراع لم يبدأ صباح يوم 7/1 أكتوبر، فقد احتلت إسرائيل كلا من الضفة الغربية وفلسطين وقطاع غزة منذ حوالي 60 سنة، وخلال تلك الفترة اعتقلت وسجنت مئات الآلاف من الفلسطينيين غالبا دون حتى محاكمات صورية. ونبه المقال إلى أنه في كتابه المثير للإعجاب أوضح ناثان ثرال أنه خلال الانتفاضة الأولى التي وقعت في الفترة ما بين 1967 وحتى 1993 قام المحتلون الإسرائيليون بسجن حوالي 700,000 رجل وصبي فلسطيني في الضفة الغربية، أي حوالي 40% من إجمالي السكان الذكور هناك. واليوم يواصل المحتلون الإسرائيليون اعتقال الفلسطينيين واحتجازهم لفترات طويلة دون أي محاكمة عادلة، ولكن لا يبدو أن وسائل الإعلام الرئيسة في الولايات المتحدة تصف هؤلاء الفلسطينيين بأنهم رهائن. وذكر الموقع أن المعايير المزدوجة توضح بشكل مثالي قواعد اللعبة التي تمارسها وسائل الإعلام الأمريكية حول كيفية تشويه الأزمة. أولاً، قم بتحريف تقاريرك الفعلية باستخدام لغة أحادية الجانب وإطار متحيز. ثانياً، ربما الأكثر أهمية، تجاهل أي جزء من التاريخ في إسرائيل فلسطين، بحيث يبدو الهجوم الفلسطيني وكأنه نوبة غير مبررة من العنف وكراهية اليهود. نشر موقع ياهو نيوز تقريراً تناول فيه تصريحات المحامي طيب علي مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين وعضو اللجنة الدولية للعدالة والسلام مع النائب البريطاني توري كريسبن بلانت، التي انتقد فيها رد قيادة حزب العمال على الصراع، مؤكداً أن الهجوم الأخير ليس هجوماً مفاجئاً، إذ نقل الموقع في تقريره
الذي عده الكاتب رالف بلاك بيرن تصريحات علي في تصريح حديث على هامش مؤتمر حزب العمل بعنوان ماذا يجب أن يعني العمل لحقوق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المسؤولية التي وقعت أن ما يحدث تقع بشكل كبير على عاتق فشل سياسيين. ووصف علي العنف أنه جزء ضئيل مما يشعر به الفلسطينيون يوميا في الضفة الغربية وقطاع غزة. نتابع. لعقدين من الزمان تجاهلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وقادة العالم مليوني شخص في غزة، وجرى احتجاز الفلسطينيين الأبرياء وجرحهم وقتلهم دون محاسبة. ما شهدناه خلال اليومين الماضيين في إسرائيل هو جزء من واقع الفلسطينيين منذ عقود. وأضاف أدان القادة حول العالم أفعال الفلسطينيين في حين أنهم دعموا حقوق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وانتقد الأشخاص الذين وصفوا هجوم حماس على أراضي ما تسمى إسرائيل بأنه هجوم مفاجئ. وقال علي للحضور: جرى وصف الهجوم الأخير بأنه هجوم مفاجئ وفشل ذريع لجهاز المخابرات والأمن الإسرائيلي، إنه ليس هجوما مفاجئا، فبالنسبة لغزة لم يأتي من العدم. وكان مدافعون فلسطينيون يطالبون العالم منذ عقود بالتوقف عن تجاهل محنة الفلسطينيين، وانتقدت شخصيات من حزب العمل ممن دافعوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها قائلا: أشعر بخيبة أمل حقيقية مما سمعته خلال الأيام القليلة الماضية من حزب العمل حول موقفه والموقف الذي اتخذه بشأن الصراع في غزة. استعرض تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية التحديات التي تواجه الولايات المتحدة بعد هجوم حماس الأخير وكيف أثر هذا الهجوم على تصورها. وقالت للشرق الأوسط في تقريرها إن هجوم حركة حماس الفلسطينية فند فكرة القائلة إن عملية التطبيع بين إسرائيل والعرب ستساهم في تهدئة المنطقة، وأن القضية الفلسطينية أصبحت موضوعا ثانويا، وبذلك قضى على الوهم الذي عاشت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي احتشدت إليه رئاسة بايدن بحكم الأمر الواقع. الأولوية القصوى لواشنطن تكمن في تجنب التوسع الإقليمي للصراع في الوقت الذي تخضع فيه إيران لمراقبة دقيقة. وترى الصحيفة أن محدودية التصرف تأتي قبل كل شيء من فك ارتباط الولايات المتحدة بالمنطقة، فلم تعد أمريكا تنظر إلى الشرق الأوسط إلا بشكل افتراضي مقيدة ومضطرة، راضية بدور إطفاء نار اللحظة دون السعي إلى تغيير معالم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة الأمريكية تقوم الآن على تجزئة القضايا على الرغم من أنها جميعها مترابطة: الاستعمار المكثف في الضفة الغربية، وإدارة التوترات الأمنية حول غزة، الدبلوماسية الإقليمية، والتطبيع التاريخي المحتمل بين إسرائيل والسعودية. وترى الصحيفة أن هذا التقارب هو القضية الوحيدة التي حشدت الدبلوماسية الأمريكية بقوة من أجلها، لذلك خطط أنتوني بلينكين للقيام بجولة إقليمية في نهاية تشرين الأول أكتوبر إلى إسرائيل والضفة الغربية والسعودية والمغرب لدفع هذا المشروع. نشرت صحيفة فيزيغلياود الروسية تقريرا تحدثت فيه عن عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعما إذا كانت هناك تداعيات ستظهر على سوق الطاقة العالمية. وقالت الصحيفة في تقريرها إن السيناريو الأسوأ ينطوي على تكرار أزمة النفط لسنة 73 و900 ألف ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود. وذكرت الصحيفة أن العملية التي شنتها المقاومة ضد الاحتلال قد تلحق ضررا خطيرا بسوق الطاقة في مختلف أنحاء العالم. السيناريو الأكثر خطورة هو إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران نفسها أو أي شخص آخر. حيال هذا الشأن قال يوشكوف: يمر النفط القادم من إيران والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من قطر، كلها تمر عبر مضيق هرمز. وحتى لو أغلق المضيق لفترة قصيرة فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وكذلك أسعار الغاز، وبالتالي اندلاع أزمة طاقة عالمية، ما يؤدي إلى ركود في الاقتصاد العالمي.
وحسب مؤسس مدرسة الاستثمار العملي فيودور سيدوروف، يمكن للصراعات في الشرق الأوسط أن تسبب قفزات أكبر بكثير في أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، في سنة 1990 بلغ حجم الزيادة 240%. لذلك فإن تراوح الأسعار بين 120 وحتى 150 دولاراً للبرميل أمر متوقع. وقالت لوكيشيفا إن إمدادات النفط الإيرانية موجهة بشكل رئيسي إلى السوق الأوروبية وجزئياً إلى السوق الصينية، لذلك قد تكون هناك تداعيات سلبية على المستهلكين الأوروبيين تحديداً، حيث إنهم الأكثر عرضة لنقص الإمدادات. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تقرير مصور بعنوان صواريخ القسام لوحة المقاومة في سماء فلسطين. منذ السبت الماضي أطلقت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى آلاف الصواريخ باتجاه المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض نسبة كبيرة من الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي وتدمير عدد من المنشآت، إضافة إلى وقف حركة الطيران أكثر من مرة في مطار بن غوريون الإسرائيلي. وبينما لا تكشف الحركة عن الكثير من المعلومات بشأن ترسانتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير سابق أن ترسانة حماس العسكرية من الصواريخ تقدر بثلاثين ألف صاروخ. وأضافت نيويورك تايمز أن حماس تصنع أكثرية صواريخها بداخل القطاع وتختبر بطريقة دائمة دقتها وتعمل على زيادة حمولتها من المتفجرات. وأعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس السبت الماضي بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل باسم طوفان الأقصى وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها. وقال محمد الضيف في رسالة صوتية إن الضربة الأولى لطوفان الأقصى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو، مضيفا أنه خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5000 صاروخ وقذيفة. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Thank you.
شاي هاي نصار هاي دار هاي دار هاي دار اخوي اللي ما فرحوش عليها شهيد هذا شهيد لسه ما فرحش اولاده عليها وهذا دار عمي وهذيك دار عمه وهذا جيرانه ايش شايفين؟ انتوا حاجة تشوفوها نقولكم ايش شايفين؟ مش خايفين بدنا نموت هان خامس. تعرف ايش كلمونا قالوا لنا اخلوا المربع كله من عند جامع ابو حنيفه لعند جامع عماد عقل ما حدا ضل في المنطقه قالوا لنا بدنا نبيد هبيل طبعا الناس صارت تجري ما تدري احنا ما عرفناش ايش ناخذ لما طلعنا احنا بس طلعنا بواعينا مش عارف دمار بحكي عن حاله طلع مش عارف بطلنا نعرف وين دورنا شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.